ابقى شبيل عزيز الا شيء واحد. اننا علينا ان نقوم بمسيره خضراء من شمال المغرب الى جنوبه ومن شرق المغرب الى غرب. اش كندير كي جيت نشوف الحباب والصحاب واولاد البلاد؟ جيت بطبيعه الحال بمناسبه الذكرى ديال المسيره الخضراء اللي هي ذكرى عزيزه وغاليه على قلب المغاربه كاملين وعلى قلبي انا كذلك، بما انني كنت من الناس اللي عاشوها وشافوها لاول مره لما كان عندي 10 سنين. دونك كتب لي انني 40 عام من بعد كندير اول كبير وطني ضخم من انتاج ضخم على المسيره الخضراء واللي خرج القاعه السينمائيه السنه الماضيه، وانا هنا باش نشارك اخوتي وحبايبي في هذا اللقاء الكبير وهذا العرس الكبير واللي هو بمناسبه ذكرى المسيره الخضراء، باش نهضروا على المسيره ونهضر على تجربتي فيها وفي نفس الوقت نشوفوا لقطات من الفيلم في انتظار انه تكون عروض باش الناس هنا بلجيكا يشوفوا الفيلم. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. ما نقدرش نقيدك. راجلي في ناحيته شبابه على قبل البلاد، وكان الحلم ديالو هو يتولد ولدو في الصحراء. كنظن أنه بالعكس الفيلم كل ما قدم كنظن كل ما تزادت القيمه ديالو، لانه كيبقى كشي حاجه تاريخيه، لانه كنعرفوا ان ولادنا اوجوردي الا بغاو يعرفوا شي حاجه على المسيره الخضراء فين كيمشيو؟ اليوتيوب. كيمشيو اليوتيوب اش كيلقاو؟ كيلقاو لقطات ومشاهد اللي هي حقيقيه ولكن اون نوار بلون وممكن مصديه. ولاد اليوم هما في حاجه لانهم يشوفوا ايماج كياتيغ اون اش دي، لانهم موالفين كيشوفوا افلام. وبالنسبه لي ما كاينش ما احسن من قصه ومن فيلم سينمائي باش يعاود يحيي فيهم، ما يبقاش يشوفوا لقطات ديال الناس هازين درابو غاديين. من الاحسن اترافير ان فيلم كيعيشوا مع لي زيستوار وكيعيشوا مع لي بيرسوناج وكتبقى راسخه في الذاكره ديالهم، بالاضافه لان الفيلم كيمكن له يتوزع، كيمكن له يتشاف، كيمكن له يديروا هنا الناس في مدارس، يديروا يكون في كل مدرسه باش على الاقل في المناسبات ديالنا الناس يشوفوا هذا الفيلم ويدوز من جيل لجيل. كنظن انه في غياب موزعين كيصعب اننا نهضروا، لانه كاينين قوانين اللي كاينه في اوروبا كاملين واللي ما يمكنش الفيلم يتوزع الا ما كانش عنده موزع ولا ما كانش في واحد مجموعه ديال المواصفات. هذا الاساسي وعلى اساس ان الفيلم يكون في اطار تجاري، ولكن من غير هذا كيمكن له يتنظم مع لي زاسوسياسيون انه يكون عروض واللي يمكن لها تكون مستمره بحال اللي كنا كنديروا مع مجموعه الافلام بحال اللي درت انا مع الفيلم ديالي يما اللي كيهضر على واحد الحقبه بلوز اوموا فيها التاريخ. وهكذا غتكون الناس عندهم الفرصه انهم يشوفوه، بالاضافه لان كنظن من كواجب وطني على الاقل السفارات المغربيه والقنصليات المغربيه خص يكون كيتوفروا على هذا الفيلم، على الاقل يعطوه الناس، يعطوه الباحثين، يعطوه الدارسين، يعطوه الناس، لانه كيف يعقل انه الان كنفتخروا بناس اللي داروا حروب واللي قتلوا الملايين ديال الناس، ولكن المغرب بفكره عبقريه ديال الحسن الثاني تم استرجاع الصحراء المغربيه وخروج المستعمر وخروج اسبانيا بالسلم ولم يرق ولو قطره دم. بالنسبه لي هذه شيء خصو يدرس في التاريخ وخصنا نفتخروا به حنا مغاربه. من سي سي ام لا، لانه ما تطرحش، لانه فيلم ضخم بصراحه. الى هذا الفيلم تقدم للمركز السينما المغربي يمكن الفا بوفي الميزانيه ديال 10 سنين ولا 15 عام. ما نساوش باللي الفيلم تقام على ما كنظن اكثر من 20 مليار ولا 25 مليار. كنعرفوا انه فيلم ضخم لانه فيه كان 6 الاسابيع، كانوا جوج ديال لي زيكيب، كانوا اكثر جو سي با 11 ولا 12 الف ديال لي كومبارس، فيهم 11 فيهم 1100 ديال العسكر، فيهم معسكرات، فيهم طنوكا، فيهم طياير. بمعنى لاول مره كنشوفوا فيلم مغربي هذا الكم وكنشوفوا فريمون هذا الشيء اللي كان كانه فيلم واقعي. ونزيد لك انه كل لي زيماج اللي شفنا في الفيلم تم اخراجها وانتاجها، بمعنى لم نعتمد في الفيلم على الارشيف، وهذا ما طلب ميزانيه كبيره ديال الفيلم. وباش نرجع للسؤال ديالك، بطبيعه الحال دخل بطبيعه الحال كانت اراده ديال سا ماجيستي والوزاره الداخليه هي اللي تكلفت بالمصاريف ديال الفيلم مع بعض الناس اللي عندهم الغيره كبيره على البلاد.
أسيدي أولا كنقول لهم أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، وكيبان أنه ما كيضيعش المجهود ديالنا هباء. لما كتقول درتي واحد 34 عام ديال المهنة، وأنه كنتلاقى مع ناس اللي ربما شافوني في أول فيلم ديالي ربما كان عندهم 5 سنين والآن عندهم 25 ولا 30 عام، فما كيمكن إلا نفرح. وسرته إلا عرفنا أنه كاين واحد حبل ولا واحد القنطرة ما بين المغاربة أترافير لا تلفزيون، وهنا كنقول الأهمية ديال التلفازة وديال الأعمال الدرامية، وكنتمنى أن تكون هناك إنتاجات كثيرة ما بين المغرب والمغاربة اللي في بروكسل واللي في أو في أوروبا كاملين وفي المغرب. كنقول لهم افتخروا بأنكم مغاربة، عندكم خصوصيات ديالكم اللي ما عندش بزاف ديال الناس، ما تحطموش، ما تخليوش الآخرين الأعداء ولا هذوك الناس اللي كيقولوا. فكنقول لكم حنا بلاد السلم، بلاد الضيافة، بلاد الذوق الرفيع، فأي حاجة بغيتي تقول فكاينة في المغرب. بعض المرات الجهل من بعض كيقول لك ينعلبوها بلاد، ولا كيقولوا بعض الأشياء السلبية، السلبي كاين في كل بلاصة، ولكن كتدور تتعيا وكتبقى مغربي. افتخر فيما كنتي، كل واحد فينا او كل واحد في الاخوان اللي على برا يعتبر انه سفير ديال المغرب في بلاد اخرى. واش كتعرفي شنو هي 350,000؟ كلهم خصهم ياكلوا، خصهم يشربوا، خصهم ينعسوا. اللي مريض خصك تداويه، الناس غتسافر غيمشيو للصحراء، كاين الريح، وشحال من النار غنبقاو؟ انت ما مسؤولش عليهم، حنا كاملين مسؤولين.